أفاقوا على فجر يوم صبي وقالوا: أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى فجرنا المختبي. على وقع أبيات أشعار البردوني والزبيري، أشعل طلاب جامعة صنعاء أول شرارة لثورة الشباب السلمية. في فجر 15 من يناير من عام 2011 صدحت أصواتهم بأن شعب يعشق الثورة كعشقه للحياة، فانتظروها وظلوا يترقبونها بشغف حتى حل يومها الذي أعاد تشكيل التاريخ اليمني برمته. فكانت تلك هي الانفراجة الأولى لشعب ظل يبحث عن فرص الخلاص من بين أغلال البوليسية والقمع. لم يكن يوم 15 من يناير مجرد يوم عابر في ذاكرة من خرجوا إلى الشارع حاملين أقلامهم وملازمهم الدراسية عقب سقوط نظامي بن علي وحسن مبارك، بل كان البداية الأولى أيضا لتشكيل عهد جديد يعلو فيه صوت الحرية والكرامة والسلام، ليترجم هذا اليوم من جديد نضالات الحركة الوطنية عبر تاريخها ويخلق مسارات مختلفة للنضال في كل مضامينه وأدواته الثورية. عهد شبابي سلمي قرر أن يطوي صفحات عديدة من الظلم ويعيد لسبتمبر الثورة رونقها، بعد أن كان النظام البوليسي القائم أنذاك قد أوشك على طمس كل الفروق بين العهدين الإمامي والجمهوري، ولم تعد الثورة تعني بالنسبة له أكثر من مجرد اسم. وعلى النقيض الوطني أيضا، شكل هذا النظام انقلابا مع ميليشيا مسلحة التهمت الدولة بما فيها، وأوجد نكسة وحربا طويلة في مختلف بقاع البلاد، لا يزال اليمنيون يقاسون تبعاتها وإفرازاتها حتى الآن. تمر ذكرى يناير وما يزال حلم من أشعلها قائما على إيجاد الدولة وإعادة مرتكزات الحرية والمساواة، وفي حين تذهب فيه هذه الذكرى تخلق الفكرة من جديد، فالفكرة ثورة لا تموت.